مرحبا بكم في قناة سارة شانيل. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طريقة ديال تحضير الملوي او المسمن الضاير. كيجي مورق بزاف، يعني التوريق ديالو هائل، والسر في خلطة جد بسيطة. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمكونات، العجين ديال المسمن فهي بسيطة، فهي ديال المسمن العادي اللي كنديرو دائما. بالنسبة للدقيق الاصفر او الفينو فهو كيكون اقل من الدقيق الابيض اللي هو الفورس. بجوجهم خاصهم يكونوا من النوعية الجيدة باش يطلعوا لنا نتيجة افضل. انا استعملت هنايا تقريبا 300 غرام ديال الدقيق الابيض و 200 غرام ديال الدقيق الاصفر، او كي كنسميوه الدقيق الفينو او السميد الناعم جدا. غنحتاجو كيس من خميرة ديال الحلوى وقليل من السكر. هاي خميرة ديال الحلوى، قليل من السكر والملحه. غاديش نديرو خميره ديال الدار وغادي نجمعوهم بالماء، ما يكونش بارد، من الاحسن يكون دافي ماشي سخون. ونجمعوها ونديروها في واحد كيس بلاستيكي. دابا خليونا احنا كنجمعوها بعدا. من الاحسن الا كنتي محتاجه لغايه مثلا العشيه ديروا من الميريندا، من الاحسن تعجنوا في وقت في الصباح بكري وتخليهم، خليو العجينه ترتاح. كل ما ارتاحت العجينه كتكون سهله في الخدمه وكيجيو مزياني، كتسهل عليكم الخدمه. انا دابا نحتاجو من العشيه درتهم دابا في الصباح، وإلا كنت نحتاجهم الصباح كنعجنهم بالليل وكنخلي العجينه في كيس بلاستيكي كترتاح مزيان، تلقاها ساهله في الخدمه وكيجيو مورقين بشكل افضل. كل ما كانت العجينه مرتاحه ورطبه كيجيو مزيانين. الماء على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب الماء وكاين الطحين اللي ما كيشربش كتعجن عادي. المهم انا استمر في العجينه كنجمعها وندلكها، وهانتوما هي نخليها ترتاح واحد المده اللي هي طويله شويه باش تجيني خدمه سهله بيها. نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. كيف سبق لي وقلت لكم، من الاحسن توجدوا هاد العجينه بوقت قبل باش تكون ارتاحت مزيان وتسهل عليكم الخدمه وتجي مزيانه وما تحتاجش منك تدلك بزاف. ها هي من بعد ما العجينه ديالنا ارتاحت، انا نفتحها ها هي. جات رطبة، كنجبدو من هاديك الهوا اللي فيها، ها هي كنبقاو ندلكوها شي شوية هكدا، كنحسو بيها رطابت وكتبقى طرطق
وسهلة في الخدمة. دابا انا غادي نشكل منها كويرات باش نخليهم يرتاحوا. غندير كويرات صغارين باش حتى ندير جوج انا وحده فوق وحده. نحاولوا يكونوا متساويين باش الملويه ديالنا تجينا مزيونه. وبالنسبه للمبتدئات بغي نقول لكم حاولوا ما يدخلش الزيت في وسط العجينه باش ما تبقاش يتقطع لكم وهي كتطلق. كنستمر بالتكوار حتى كنساليهم. المهم نستمر في التكوار ديالهم حتى نساليهم. وهانتوما معايا التوريق فممكن نستعملوا الزيت فقط. انا ندير واحد الكميه قليله ديال الزبده ندوبها ونخليها حتى تنشف من الماء تماما. ممكن نستعملوا اي زبده للتوريق اما المارغارين ولا اي حاجه اخرى. انا درت الزبده ديال العبار ديك اللي كنقولوا لها الهولنديه. كما ممكن نستعملوا اي زبده كيف قلت لكم اولا الزيت فقط بالنسبه ل... وهذه هي الخيط الخلطه اللي كنورق بها الملوي كتجي مزيانه وبشكل رهيب. هي انني كندير كاس ديال دقيق الفينو ونص كاس ديال النشا وخماره حمراء كنخلطو مع بعضياتهم. هذه هي الطريقه اللي كنورق بها الملوي ديالي اللي كنعتمد عليها دائما وكتجيني مزيانه. الا واحد المرات كنت زدت على هذه الخلطه هذه البودره ديال اللوز بلا قشور حتى هي اختياري كانت عندي. اليوم ما متوفراش عندي. الا استعملتوها حتى هي غادي يجيكم الملوي غزال. صافي مي كندوب الزبده كنزيد عليها واحد شويه ديال الزيت وكنبقى نخدم بهم. وهانتوما هاد التكوار غطيتها ببلاستيك بورق بلاستيك باش يرتاحوا باش يجيوني عاوتاني ساهلين في الطلاق. وهانتوما بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا دابا غادي نبدا في التعدال ديال الملوي. قلت لكم غادي نطلق ندير وحده فوق وحده. كنبداو نورقو براحه الاصابع من داخل وكنخرجو نتكيو على برا باش ما تقطعناش العجينه وما كنكثروش الزيت باش ما كيجيوناش كيجيوني شي مزيتين بزاف. هاي العجينه كتنفخ عجونه مزيان ومرتاحه مزيان.
كنرشو فوسط العجينة، كنديرو شوية ديال الزيت والزبدة، كنتنيو على هاد الشكل هذا. كنرش شوية، كندير العلبة، وكنخليها ترتاح. هادي كنخليها هيدا ترتاح باش ماشي حتى كنلويها عاد عاوتاني كنرجع نخليها ترتاح واحد المدة عاوتاني باش تبغي تطلق لي. هي هيداك كنخليها ترتاح صافي. كندير هادي فوق منها وكنطلقها. العجينة مشى معايا مزيان، ما كتقطع ما حتى شي حاجة. كندير شوية الزيت كيف قلت لكم باش كيجيونا شي مزيتين من داخل، وكنرش الخلطة اللي درت معكم قبيلة وكنتني. خليها حتى هي عاوتاني ترتاح. كنمشي معاهم كاملين هكدا، نزيد معكم وحدة اخرى. كنتمنى تجربوهم يجيوكم رائعين. هذا دابا نشبر هذيك اللوميه اللي بديت بها الاوليه، ها هي ارتاحت شويه على اللي كانت. قرشه معاها هيدا، هيدا تبان لكم. كنتكي عليها هيدا نطلقها، وين انا عندي شي مطاح كبيرة كنت كنهكا حاس الكاميرا باش تبان، وكندير شوية عاوتاني كيف قلت لكم ديال الزبدة والزيت وكنرش كنلويها هايدا غير بشوية كنزيرها شي. هي هايدا كنبقى ماشية معاها.
تقطعيها هيدا بالراحة بالأصابع. هاي شو عجينة كيفاش كتنفخ، وكان مزيان، وكنديرلها هيدا وكنحطها هنايا ترتاح. كنزيد عاوتاني أخرى، شويه ديال المتات تانية، كنمشي هاد هادي، كنستمر بنفس الطريقة. تكيليها كروش كيف قلت لكم، صافي كنبقى ندورها غير بشويه باش ينتكي عليها باش ما تجينا ما كتدقش شي. ها هيدا وكنجي هنا وكندير لها هيدا، هي كانت باينه صافي، كندير لها بحال هيدا. دابا باقي خصها ترتاح عاوتاني مرة أخرى، نغطيها ونكمل. نزيد وحدة أخرى بيد ما ترتاح هاديك باش تطلق بيه مزيان. صافي كنبقاو ماشيين معاهم بحال هكا. هانتوما معايا حتى نكملهم كامل ونرجعو ان شاء الله. الملوي ديالي ها هو، لويتو وارتاح. كنبدا كنطلق الملويه ديالي، كنحاول نطلقها من داخل لبرا باش ما تبقاليش مدقصه. مرتاحو باش نبدا نطيبو. غادي نحط على عافية على مقلة، انا عندي مقلة ثقيلة اللي هي سخونة ديالي هادي، حطيتها على مقلة سخونة، نخليها طيب شي شوية ونقلبها على الجانب الآخر. مقلة رشيتها بشوية الزيت هكذا، كل ما كتزيد كطيب لنا شي شويه كنقصوا العافيه، كتبقى شي مجهده بحال اللي كانت في الاول. وكيتنفخ واخا هو ما كيبانش كيتنفخ بزاف، كيتنفخ شي 100% بحال الرغايف ملي كنكونو كنعملوهم. ها هو صافي، كنطيبو على جوج الجوانب، نكمل بقيه الملوي ديالي ونتلاقاو في نوريكم الطبق. ها هو وجد، جا غزال تبارك الله، نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق. إذا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك ولايك الى عجبكم الفيديو، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، بصحه والراحه.